انا عند السموك دي كنت مسقط واحد بس الكلية ما جاتش يعني. ولا 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 يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بص يا فهد، انت عشان تبقى لك 5 سنين عبال ما تيجي. انا يا باشا انا بعمل اعدادات والله، منظور الايباد، فانت خش ماشي لحد ما اجي. المهم يعني زي ما انت شايف كده، امس اليوم بيه هطوله ليفل ماكس، بس مش دلوقتي. ايه هطوله الافكت؟ الصوت اللي قريب الى قلبي. ليتس جو يا زميلي. احلى صوت بسمعه ده احلى صوت ده. ده فين ابو امسك بس هنا بعض اصول سكواد. ليتس جو تيتس. اوعى يخطفوك جوه رش. يا فيكتور، يا فيكتور عامل ايه؟ افتح المايك وجاوبني يلا. رد يلا. كلكم هتتحط على الدكه. سولو سكواد. ايه الجاله؟ صبح صبح يا شباب، صباحو الخير. صباح النور، صباح النور. انا هزر احنا؟ انت ما تقتلنيش والنبي. حاضر مش هقتلك، حاضر. يا ولد هوب هوب. انت لاقي تاكل؟ خدت الصدمه بقى. يابا الاسد، هي دي البدايه، هي دي البدايه اللي بتشوفها بالتفاؤل. شايف الطلنت اللي على اليمين كورس ايه كده؟ بس احنا لسه بسخن ده اول جيم. ايه ده يومي بي؟ حلو قوي. بس يومي بي ودي بس. خد بس يا عم، انت عم بتموتش ولا ايه؟ فنش انا. الله جون سينا. صاحبه هيخش يخش اهو. تجيله بقى بس خلاص. اقعد يا عم، انت بتعمل ايه بس يا حبيبي اخو؟ بس بس عايز اقول لك ان اليوم ده حكايه حكايه. بص للجانب المصري، اكيد بتجيب 10 من 10. سمع 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 يا اسطى. ما هو نزل يا اسطى، ما هو نزل نزل. ايه دريم بارك ده رش؟ ما هو نزل يعني. انت اول ما جيت يا فهد، انت اول ما جيت ما تمشي يا عم. ضعفية والله. سمعته يا ابني، نزل والله. ليه نزل على السلم وطلع تاني؟ عيل لئيم. صلى على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حي ايه لك ده؟ السلام عليكم. اخد قلم ممكن. لا ده بوت يا زميلي، بوت ده، خلي بالك. اللي عدى بموتوسيكل. نعم؟ على الشمال ده بوت. اهو قلت لك بوت، ما صدقتنيش. اوبا الكونغر الكونغر. فنش فنش فنش. ما شاء الله لعيب جدا. خش كده عليك فجروا البيت. ما شاء الله. ايه ده؟ ايه يا اسطى ده؟ السلام عليكم. ايوه يا عم، طلع المحاكي ده. لا انت المحاكي. عبدك تخوت علي مين؟ جتني الاشاره انك محاكي يا حبيبي. هو اول ما دخلت هو طلع محاكي، هو كمان جات لي الاشاره. هيجي ليه اصلا؟ انا عارف منين. طيب ما شاء الله. ايه اللي ما شاء الله؟ مالك في ايه؟ ما شاء الله. اصبر ثاني بالله عليك، ثواني بس خليني اطلع من الصدمه. صدمه ايه يا عم؟ اصبر اصبر يا عم. اصبر اهو صابر اهو. ايه انت اليوتيوبر اللي علي؟ انا نسيت اسمك. انا مش عارف اقول لك ايه. شكرا يا فندم. بحلف بالعظيم اني متابعك بس نسيت اسمك. عشان من زمان ما فتحتش يوتيوب. ادلو اختيارات يا استاذ، ادلو اختيارات. طب هديك اسامي، هديك اسامي وانت تقول لي انا مين. طيب امسولو عنبوره ولا احمد جيمنج؟ امسولو ولا عنبوره؟ صح. امسولو صاحبك بعرفه برضه. الله صح. يا عم انت كنت في كلان الاي تي ار، عملت كلان جديد امتى؟ ناس وش يا عم؟ والله العظيم اني عارف والله، بس ناسي اسمك والله. الله يخليك. انت منين بقى؟ انا من فلسطين.
الله كلبي بدك مش كه. ده احنا اللي قلبنا بيدق عليك يا عم حبيبي معلم. بتصور قاعد يعني راح اطلع في الفيديو. اول اشي انه قلت مش غريب علي الصوت هذا، بعدين قلت لا يا زلمي انا حظي خرب يفوت معي يوتيوبر. قلت على حسابك يعني ما شاء الله حسابك حلو، تلعب سكريمات مع اثرو وبكثير تفوز وتجيب شدات وتفتح باكيجات. المتابع القديم اديله. ايوه والله متابع من زمان، بس قلت افتح يوتيوب ناسي اسمك والله. يلا تعالى يا زميلي، لقيت بس يومي بيه بس اديني علامه عليه بس. هلو ولا اي حاجه، كمين وقعك تكفى طبعا. يلا يا روش. الله ايه روش بياخد سناب بس تعالى. واتش اوت. ايوه هلو. كلها بقت ساموراي. تعال طلع لي عم واحد اللي في قلبك مش كده يا عم. الواد عندي جوه اقوى زميلي. الحقني اقوى زميلي. اديني. ايوه كده. ايوه صبوطة حقيقي فنش والله كلايتي معروف فيك فيك النوك فينيش فينيش نوك. ايوه باشا كفاني يا باشا. واحد فوق باشا قدها يا باشا ولعنا يا باشا. نوك نوك ارجع من فوق. ايه طخ طخ طخ. ايه طخ طخ. حاضر ماشي اضرب نار. ماشي افتح كليبابك بقى. اوعى النيل حبيبي. يلا بينا طلع تاجر واحد. تاجر واحد يلا يلا اديله حيو علو هوا كمان لوليتوس. كل يوم بدك تبوش حيو. اه والله انا فنش. والله انا فنش. انا حلقتك هاتي شوكر مش شوكر يا حيو. سلام عليكم. يخيب بيتك. اقعد ليه؟ يسعد دينك. عيب عليك. يا لهوي. اسطورتي. انا كسرتي. ايه يا حبيبي؟ حبيبي دماغه دماغه فقعت. سير سير. يلا كفو كفو عليك. يا نهار ابيض ايه يا بدا. اوسم احيي. هرب هرب. موت موت موتنا مسدوده من كل النواحي. كفو عليك. اكيد الضبط ده كله مش عليا اكيد طبعا يعني. اسطوره ورا اسطوره يسعد دينك. ايوه معزز ولك اسطورتي. ايوه ديني حفزني. الك الك روش الجيم هذي لك. يلا ولك اسطوره ولك لعيب. عامل لك دلوقتي واحده وايبي لعيونك. اسم والله كفو عليك. ايه يا صدق كان فين ده؟ وراك واحد ذا كم كبده. حي يا اسطى فيكتور. فيكتور انا ما توقعتش والله يا عم. انت الوحيد بتحكيش عن فيكتور. انسى بقى شغل الضعف اللي انت فيه بقى وفكك انت تشوف بيس. بس ايه فكك من بيس ركز في بابجي. انت دلوقتي تشوف بابجي ماشي يا عم. عايزك تخش بص يعني بقلب كده ما تقلقش من حاجه. انا هصد الطلقه على طول. خش انت بس عاوز انت في اللايف. خش بس انت وش وش اللايف يا عمس. تعال اتفرج على فهدول. ايوه في اي قديل. تعال تفاني جاب هدولي. اه بس بايدا مين بس عايز يوم دي. ايه تعال تعال. I got supplies. اتصور جنبه ولا بعد فيش خوزة. لا ليه شنطة بقى ولا اي حاجة. معيش شنط خالص. يلا انت مشيت. تعال كات هنا يا عم. عارفش واحد فين. انا ابيض قول كل الشغل. ايه يا عم ايه يا جون سينا. مين كلاتك جون سينا اللي انت بتوقعه فنشتهم كلهم. هو في حد بيسيب كلات لحد روش دلوقتي يا عم؟ ماشي انا قلت انا قلت يسيب لي شويه يعني اخوه غلبان. انت زيت نفسك ما بتحلش الكلات. انا بصور.
على الهادي عشان معيش سبايدر. على الهادي ما تقوليش على الهادي. تعالى يا زميلي. السلام عليكم بيا الصلاة اليوم. في واحد سقطته فوق. اسكت اسكت اسكت. لك اليوم بيا انا ابيض عليه. انا رعد خد رعد خد تعالى يا رعد يا اسطى. الو يا زميلي عاش يا اسطى عاش عاش وربي حبيبي يا اسطى. يا اسطى مستنيكم في سكول بقى. اوكي اوكي عايزين فرش. انا عارف انا عند السموك دي كنت مسقط واحد بس الكلية ما جاتش يعني. ولا 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 عايزين احنا نبش عليهم كده. ولي 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 ارجع رش امسك الصخر احسن. ولي ايوه يا فهد تتحس اهي بس ورا الصوره عندي اه ورا الصوره ماشي ماشي يا فهد البشيش الولا يزنوني بالنيد يزنوني بالنيد ورا الشجر. ايوه فهد انت الاسطوره ليه يا عم لسه جايبها يا اسطى لسه جايبها يا حبيبي انت مش متابع انت لو كنت شفتها كنت هتقول لي عليها هيك اصلا ده اخدها مستيك لا الاوبن قلت له خد خش شوف ده بوت ولا ايه بص يابا السكوب يابا بص يابا السكوب يابا حاجه تاني يابا بوتات يابا انا عايز 5000 طالع جن بيه انا حاسس بموتك شنيعه لما تيجي تسوق انت يا عم يا باشا انا معايا قوم مين هيعمل لقطه مين هيعمل انتوا طب دلوقتي هو ده الاصح كده روح يا باشا كده انا معايا اوبن رش شوفوا اه ده لسه اللي ده اللي اخد طريقه القوم يا نهار اخدها تاني بقول لك ايه اروح انا بالسبايدر وتكفرني هو 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 فنش لك هو هو يا نهار ابيض على النيد قلت نداية في بقي فنشته ما لحقتش الولا لبسني النداية ثلاثة يا جدعان قول لي عليك يا فهد قنبلة ضعف انا كنت حاجة كفاو جايلك جايلك انا انت ماسك السطح ولا فين؟ نط؟ اه تعال انت زي ما جاتش شوت لو كانت جدا الشوت دي كانت هتبقى حكاية طالوا في ضهره يلا في العمود الفقري وانا مش شايف العيال ليه يا جدعان او هناك خالص العيال دي هناك اه واحدة اه في عربية لو تعرف تسقط نداية او اي حاجة جوه هو الطلق خلص قدام يا رشا حيا فهد ليه كده جامد كان بيضرب مين فوق ده عبيده ولا ايه ده جاب واحد بقى شوت حد نزل انا في حد نزل ورا باين حد نزل ورا حد نزل ورا اوف اوف يا رشروش اللي انت بتعمله ده عيب والله واحدة 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 على الارض يابا ما خدش نايزك بقى انا خايف منها زرزور خالص خالص زرزور الجزار ايه الجزار زرزوري
محمد هتعمل ايه؟ وفاهم انت وكان الباجي ودخل عليا وعامل ايه كده يا اسطى؟ معرفش. ممكن ده تلاقيه صاحبه. مش فاهم حاجة. باقي ليها الا الله دخلتهم تقول غير كده خالص. يا نهار ابيض يا نهار ابيض باللعيبه حرام بقى. بص يا اسطى ايه ده بس بيعمل ايه ده؟ سكواد كامل هنا بيعمل ايه؟ سكواد كامل سكواد كامل يا جدعان سكواد كامل يا جدعان. فراوله مش لاقي كلام اقولهولك.